السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ان فيديو دوت اي اي، هديله موضوع وهو يحاول ان هو يعمل لي الفيديو. هقول له مثلا elephant in house destroy everything، ونشوف بقى الفيديو هيطلع ازاي. هو مديني ان انا اكتب 3600 حرف، هو بقى بيحلل الكلام ويبدأ يعمل صور والحاجات دي كلها. هنشوف هيوصل لنتيجة كويسة ولا نتيجة تبقى سيئة. هو بقى بيسألني عايز أنيمال لافر مثلا، موسيقى كده، عايز تبقى دراماتيك ولا ايبك، البلاتفورم اللي هتعرض عليها، واقول له كونتينيو. طيب تعالى نتفرج بقى على الفيديو. عامل تكست اهو. Saunters nonchalantly into a suburban home. No, this isn't the plot of a new animated movie, but a bizarre and unexpected event that occurred recently. اعتقد ان هو واخد لقطات من اماكن تانية. بيقول الوتر مارك ده ممكن يتحذف وانت بتعمل سبورت، بس بيبقى فلوس. يعني هو عمل فيديو بس لاحظ ان هو ما عملش اللي انا عايزه. هو حاول يعمل لك فيديو بحيث ان انت ترفعه على اليوتيوب وتاخد مشاهدات، لكن مش كون لي صوره، مش كون لي فيديو. هو خد فيديوهات صغيره ودمجهم مع بعض، واليوتيوب مش هيحذفه. مش يعني انا عشان كده اخترت كلمه صعبه شويه، ان هو يبقى فيل في قلب بيت وبيكسر حاجات، على اساس اعرف اذا كان هو فعلا هيكريت حاجه خاصه بيا ولا هياخد لقطات من امكان تاني. كده احنا فهمنا القصة. تقدر تعمل ايديت بحيث ان انت تعدل، وتقدر تعمل اكسبورت. بيقول لي تقدر تعدل، ممكن تقول له مثلا احذف لي المشهد التاني او المشهد الاول، انا عايز نص الوقت دوت. تمام، احنا فهمنا. هو دخل على المواقع واخد من ده ثواني 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 وبدأ يعمل لي فيديو مش كريته من الاول.